تعود شركة نوكيا الشهيرة بعد غيابها لعقود عن سوق الهواتف المحمولة بإنتاج جديد يتيح لمستخدميه إصلاحه بأنفسهم، ويقوم نظام عمله على أندرويد. نوكيا ولأول مرة منذ ما يقرب من 60 عاماً ها هي اليوم تكشف عن خطط لتغيير هوية علامتها التجارية بشعار مستحدث واستراتيجية تسويق مختلفة. ففيما مضى وتحديداً عام 2010 كانت شركة نوكيا في أزهى فتراتها، فلا تسأل أحداً عن أفضل الأجهزة المحمولة في تلك الفترة إلا وتكون الإجابة حتماً لصالحها. ولكن بعد زيادة المنافسة بينها وبين الشركات الجديدة عانت الشركة إخفاقات نحتها عن قمة ريادة سوق الهواتف المحمولة. اليوم تكشف الشركة النقاب عن هاتف جديد له خاصية تساعد مستخدمه على إصلاحه دون الاعتماد على خدمة الصيانة للشركة، ليكون أول هاتف ذكي من نوعه في العالم. هذه التكنولوجيا المصممة بالشراكة مع شركة iFixit ستمكن المستخدمين من إجراء إصلاحات سهلة بأنفسهم، كاستبدال البطاريات المستنفدة أو شاشات العرض المتصدعة لهواتفهم. وتأمل الشركة أن تزيد هذه الخصائص من رغبة الناس في اقتنائها. كما يرى خبراء أن النماذج الجديدة المعروضة هذه ستجذب المستهلكين والمهتمين بضبط نفقاتهم بسبب ميزات أخرى، منها اعتماد شاشة قوية وابتكار خصائص تحمي الهاتف من التلف بسبب الماء والأتربة، إضافة لتجهيزه بهيكل معدني صلب من الداخل، وهو ما يجعل الهاتف أقل عرضة للتلف عند سقوطه، ناهيك عن تمتعه بعدسة تصوير بدقة 50 ميجا بيكسل. أما بخصوص شعارها الجديد فيتضمن 5 أشكال مختلفة تشكل كلمة نوكيا بألوان عدة. ومن المنتظر أن يجعل تحرك نوكيا الجديد بحسب القائمين عليها في مواجهة مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت وأمازون، وهو ما يطرح على الشركة تحدياً من نوع مختلف.